قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كما قام أيضا رئيس فريق الأمن الوطني كرة القدم سيدات نور الدين تواتي زار أيضا مقر قناة النهار والقسم الرياضي حاملا معه أول كأس للجمهورية يتحصل عليها هذا النادي. شارف لينا كفريق أمن وطني نجيو نزوروا قسم رياضي النهار، وحنا النهار نضلوا نشوفوها، احنا انا واحد النهار كل يوم نشوفها. يدخل تتويج الامن الوطني وكره القدم النسائيه، باسكو واحد ما تكرات تاسس منذ عامين ومنذ ثلاث سنوات ودا كاس. هذا ماشي مفاجاه بصح لينا، ماشي مفاجاه بصح خدمنا البنات تاعنا خدموا تعبنا بزاف. لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.